هذا البيت على مود الله يرزقنا على مود تفتحها بوجهنا تجون تسوون هالسوالف. هسه اللي خرب علينا الونس مشي عليك الله انزل جور وين انا ما تفيدني السالفه. الله ياك محمد علي رد انزل استانس انزل 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 انزل. انا عايز جمله مفيده قول لي جمله مفيده عشان افهمك. انزل عباس تعال شوف تعال شوف ذول شو مسويين. عباس والله قصة كيكة وشوي بطل شاعر سندريزي جيران الناس دوختنا قعدوا والله انت تبغى تحبني يا صديق كذيب والله ايش بيكم ارتاحوا ايش بيخلص ايه تمد ايدك ما يكفينا يا صديق هاي يحكي لنا عظيم راح تخبل اقول لك صديق تشوف اشياق امسح الطباخ عباس امسح الطباخ اطلع هاي النتيجه مال افعالكم هاي الخايسه ما زعطيط والله عقبال الزلم كل واحد يشوف بعد ما هاي بس انت عباس امسح الطباخ عباس انت ليش ما تمسح الطباخ نعم انها المخدرات ما يمسح الطباخ بس المره ما يمسح الطباخ هاي النتيجه تاع افعالكم كل واحد ايش قده ما يمسح الطباخ والله ما يمسح الطباخ جيب ماي خلي العالم تعرف والله جيب له ماي خلنا نغسله لا كنت ليش هيك مسوين بالولد